السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعطيك اليوم أفضل النصائح لك تجيب 100% باختبار القدرات. صدقني إذا اتبعت هذه النصائح بإذن الله من بعد الله توفيق الله وتعبك راح تجيب 100%. أول شيء وش المصادر اللي ذاكرها في الكمي؟ عندك كتاب المعاصر 120 نموذج يجي معاه 6 بلس. راح تذاكر معاصر 6 بلس هذا كله هو التأسيس من الجلدة للجلدة. طب كيف أذاكر هذا المعاصر؟ كل صفحة ليها تأسيس راح يكون ليها باركود. راح تضغط على هذا الباركود راح يديك الشرح لهذا التأسيس. وراح تتابع الفيديو بإذن الله بإذن الله بإذن الله راح تفهم هذا الكتاب كله. بشهر واحد بإذن الله ما أخلص المعاصر 6 بلس راح أنتقل إلى معاصر 120 نموذج. المعاصر 26 نموذج هي النماذج اللي تجي في اختبار القدرات. كيف ذاك المعاصر 120 نموذج؟ راح تفتح الكتاب هيجي معك في أي نموذج باركود نفس المعاصر 6 بلس. راح تدخل على الباركود راح يوديك لشرح المعاصر 120 نموذج. بس كذا تضمن أنك تجيب 100% في الكمي. بالنسبة لللفظي وش أذاكر؟ عندك اللفظي تجميع المحاسب 105 أو 120 نموذج. راح تدخل على جوجل راح تكتب لفظ 120. راح تدخل على أول موقع وهو تجميع الحالي للتجميع المحاسب. تدخل على 120 نموذج الصف الرابع اللفظ. بعدين راح يديك موقع إن شاء الله تضبط.